فبأول مساحاتنا الصباحية حنضوي على الفقرة الطبية، ودائما موضوع جمال الأسنان هو من المواضيع اللي كتير مهمة اللي بتشغل بال أي حدا فينا. دائما نحاول أنه نحافظ على هاي، خلينا نقول الصفة الحلوة، اللون الحلو، ولكن بعض الحالات ممكن يكون بحاجة لحركات خلينا نقول تجميلية علاجية طبية. واليوم بظل التكنولوجيا وهذا التطور صار في خيارات كثيرة لنحافظ على صحة الأسنان، ومن أهمها أكيد زراعة الأسنان اللي دائما نحن نفكر أنه هي حالة إسعافية منروح فيها لعند طبيب الأسنان بالمراحل الأولى، ولكن طبيا اليوم زراعة الأسنان هو الحل الأول عند طبيب الأسنان. كيف أكيد حنشوف اليوم ضمن فقرتنا أكيد يا هادي. أكيد اليوم لعلاجات كثيرة، ونحن اليوم مشاهدينا ضمن صباحنا رح نركز على موضوع زراعة الأسنان، وخصوصا أنه كل الناس اليوم بتحب أنه تكون ابتسامتها حلوة وصفة أسنانها حلوين أكيد، ولكن اليوم بعض الناس ممكن تفقد أجزاء من أسنانها بسبب يمكن التقدم بالعمر أو إصابات معينة. اليوم رح نوضح أكثر بفقرتنا الطبية عن موضوع زراعة الأسنان وأكيد طرق العناية بعدها. خلونا نرحب سوا بضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو، الدكتور محمد رحال، نور الدين دمشقي، اختصاصي بامراض الفم والاسنان. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. اهلا وسهلا صباح مشاهدينا. دكتور نور يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. اليوم خلينا نبلش السنه بابتسامه حلوه، هي الابتسامه بحاجه كمان ل خلينا نقول تدخل طبي. اكيد كون نحن بدنا نبلش هيك وعدين حالنا انه نبلش بهي الابتسامه الحلوه، فبحاجه لهذا المنظر الجميل. ان شاء الله دائما الابتسامه ما بتفرق وجوهكم جميعا. امين يا رب. وبنعايدك كونه نحن يومين حلقه وصلنا على 2024، نعاد على الجميع وبلدنا بالخير يا رب. امين. دكتور وقت بنقول زراعة الأسنان يمكن هو إجراء طبي وأيضا تجميلي بالنهاية، خلينا هيك بداية نعرف بهذا الإجراء الطبي. تمام. هلأ هو بالماضي نحن كنا بس نخسر سن بسبب نخر أو تراجع للسن، يروح الطبيب باتجاه شو؟ باتجاه الجسر، كان يبرد السن اللي قبل السن اللي بعد، نضطر أوقات نعمل معالجات لبية. الأسنان سليمة ما فيها شيء أبدا كرمال نحن نعوض الفقد اللي صاير عنا بالسن. نعم. إنما بفترة السبعينات اكتشفوا معدن اسمه التيتانيوم طبعا عن طريق الصدفة، وجدوا إنه هذا المعدن قابل للتأقلم حيويا، العظم عم يندمج عليه بشكل جيد. راحوا باتجاه طب الأسنان، عملوا منه أوتاد أو براغي تندخل بالعظم، سموها الزرعة السنية. هاي الزرعة بتعوض محل السن المفقود بدون ما نحن نعمل أذية أو ضرر بالأسنان المجاورة. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا عن زراعة الأسنان بشكل طبي خلينا نوضح أكثر كيف بتتم اليوم العملية، شو هي المراحل أو آلية العمل اللي بتتبعوها اليوم لزراعة الأسنان. تمام. هلا مع تطور الطب انقسمت العملية الجراحية لنوعين. النوع الأول اللي هو القديم كنا نحن نرفع شريحة سنية نكشف العظم، وبعد ما نتدخل بدريل أو سنبلة معينة نعمل ثقب صغير وبعد ما نثبت الزرع محله. إنما حاليا مع تطور التكنولوجيا والدخول الكمبيوترات بشكل أوسع بالمجال الطبي صار في عنا شيء اسمه السيرجيكال جايد أو الدليل الجراحي. صرنا نحن قادرين نعمل الجراحة بعد ما نكون عملنا دراسة تفصيلية ثلاثية الأبعاد بواسطة صور شعاعية، أنه نعمل قالب قاسي من الأكريل مثلا وندخل مباشرة نوضع الزرعة بدون ما نحن نروح باتجاه كشف اللثة أو نكشف العظم كرمال نوضع الزرعة. هذا الإجراء بيتم بالعيادة بواسطة تخدير موضعي، إجراء سهل ما فيه أي عذاب على المريض أو على الطبيب حتى. طيب دكتور، كل شيء يعني اي اجراء احنا نسويه اكيد ما بين الايجابيات والسلبيات وما بعد الزراعه ممكن يصير بعد المضاعفات. قبل ما نروح لهي المضاعفات خلينا نضوي على موضوع السلبيات، هل هي بتكون كثير كبيره او لا؟ يعني اذا تم المحافظه على هي الزرعه بتبقى لمده طويله. هلا السلبيات او المخاطر اللي ممكن تصير في جزء منها بيتحمله الطبيب وفي جزء منه بيتحمله المريض. هلا مثلا اذا كانت الزرعه عم بتكون بايد طبيب اخصائي عنده صورة مسبقة عن وضع العظم رح تكون الاختلاطات قليلة. شو ممكن يكون عندنا اختلاطات أو سلبيات؟ ممكن يصير عندي أذية للعصب الفكي السفلي بالفك السفلي، بالفك العلوي ممكن يكون في عندي اندخال لزرع ضمن الجيب الفكي وهذا كمان اختلاط بضايق المريض. ممكن يصير عندي آثار جانبية أثناء الزرع، شوية وزمة، إزعاجات، التهاب محل الجرح. هون طبعا بتغطية دوائية بتكون الأمور محلولة. الجزء الثاني اللي بيتحمله المريض هو اهمال العنايه الفمويه. نحن بس نزرع بننبه المريض انه العنايه الفمويه تكون مضاعفه، نمتنع عن التدخين كرمال ما يصير عندنا التهابات،
نمتنع عن تناول الأطعمة القاسية بفترة دخول الزرعة لبين ما يصير عندي الاندماج أو الالتحام الأولي للزرعة، فجزء بيتحمله الطبيب وجزء على المريض أكيد. تمام. طيب اليوم مين الأشخاص يلي قادرين يزرعوا الأسنان؟ في أعمار معينة دكتور، أو في مثلا لازم نتأكد إذا الشخص عنده مرض معين؟ شو هي الحالات أو الإجراءات اليوم يلي لازم نتأكد منها قبل زراعة الأسنان؟ هلا بنبدأ بالعمر. العمر يعني مينيموم يكون 18 سنة، يكون اكتمل عندي النمو العمودي بالوجه بشكل عام. موضوع المرضى، نحن بنحاول نعمل نبعد عن المرضى اللي عندهم الأمراض جهازية، على سبيل المثال مرض السكر. هلا مريض السكري هو ما له مضاد استطباب بالمطلق لموضوع زراعة الأسنان، إنما لازم يكون السكر عنده مضبوط. إنما في بعض الأمراض، مثلا الأمراض المناعية، مرضى نقص المناعة، المرضى يلي عم بيتعالجوا من أنواع السرطانات، عم بيتعرضوا لجلسات علاج شعاعي، هدول حاليا ممنوع نحن نعمل لهم زراعة أسنان لبين ما يكونوا تماثلوا للشفاء. أما بالأحوال العادية يعني مضادات الاستطباب بتكون مؤقتة، على سبيل المثال الحوامل مثلا. أنا مفضل فترة الحمل نبعد عنه باعتبار أنه ما له إجراء إسعافي. طيب دكتور، دائما أي شخص بيخطر له أنه أنا زرعت خلاص راحت يعني أبدية، يعني اليوم أنا زرعت هدول الأسنان فخلاص هي حالة أبدية موجودة داخل الفم، ولكن اليوم طبيا ممكن يصير في إعادة أو ممكن يصير في ترميم لبعض الجزئيات. خلينا نحكي عن المدة، إذا كان في مقاومة من المريض أو مقاومة عصبية، اليوم في مضاعفات ذكرتها حضرتك رح نرجع لها، هي بعيدا يعني ما بتحمل مسؤوليتها لا الدكتور ولا المريض، إذا كان تراجع لثة، إذا كان نخر تحت الزرعة، هي حنضوي عليها بسؤال ثاني، ولكن خلينا نحكي عن المدى، هي تدوم مدى الحياة أو حسب كيف اليوم المريض عم يتبع الإجراءات الوقائية؟ هلا موضوع المدة إنه قديش بتعيش معنا الزرعة بيعتمد على أكثر من عامل. العامل الأول هو نوعية الزرعة، معالجة سطحها، بلد المنشأ، ما راح أفوت بتفاصيل ماركات تجارية. الموضوع الثاني موضوع إنه هل يا ترى أنا عملت دراسة صح لا موضوع الزرع، ولا فورا بشكل اعتباطي رحت باتجاه الزرع. اذا كانت الزرعه موجوده بمكان الصحيح، الطول الصح، كل ما كان الطول اكثر او قطر الزرعه اكبر راح يساعد انه تكون الزرعه مدتها اطول كفتره زمنيه. موضوع ثاني موضوع انه المريض بيشكو من امراض جهازيه او لا. بالاحوال العاديه نحن بنقول وسطيا انه ربع ميلي راح يتراجع العظم حوالين الزرعه، على سبيل المثال انه بالعشر سنين 2.5 ميلي فولا شيء. لذلك بيقول لك انه معظم الزرعات بيكون معها كفاله مدى الحياه. فاذا كانت شروطها صح وموضوعها بطريقه صح فعمرها الافتراضي طويل هي. تمام. طيب خلينا نعتبر انه دخلنا عياده الدكتور وبدنا نزرع اليوم اسنان، كم جلسه اليوم بيحتاج المريض لحتى يزرع الاسنان؟ ممكن نحن نكتفي بجلستين ثلاثه ام لا نحن بحاجه لجلسات عديده؟ وكم المده اليوم بين الجلسه والثانيه دكتور؟ هلا الموضوع بيعتمد انه انا في عندي مثلا بقايا جذور بدي اقلع وبعدين ازرع، ولا العظم جاهز. هلا اذا كان في عندي مثلا بقايا جذور، اذا ما كان فيهم حاله التهابيه ممكن نحن بنفس الجلسه نقلع ونزرع، بنكون وفرنا على المريض التخدير المضاعف، الالم المضاعف، حتى وصف الادويه بما انه راح تكون نفسها بعد القلع نفسها راح تكون بعد الزرع، فبنكون اختصرنا على المريض مرحله. اذا كان عندي العظم فيه ترقو او ما في مسافه كافيه للزرعه، اوقات بنضطر نحن نرفع شريحه نوضع طعم عظمي كرمال يصير عندي مسافه كافيه لنوضع فيها الزرعه، زادت عنا الجلسات. انما بالاحوال العاديه موضوع الزرع بيكون بجلسه واحده، مده زمنيه مو اكثر من نص ساعه اذا كانت الشروط جيده، وبعد منها بيصير عندنا فتره ننطر فيها نحن تقريبا بين الشهرين للاربع شهور كرمال العظم يكون اندمج حوالين الزرعه. المرحله التعويضيه صارت جلستين، يعني وسطيا ثلاث اربع جلسات. طيب دكتور حضرتك ذكرت إذا كانت الشروط متاحة فاليوم في نجاح للزرع، خلينا نضوي على هاي الشروط اللي هي بتخلينا نقول بتأسس النجاح على مدى العمر. أول شيء النظافة الفموية عند المريض، إنه المريض يا ترى بيهتم بعناية أسنانه أو لا. قبل الزرع بنحكي نحن، قبل الزرع نعم نقيم الشروط. تمام. موضوع ثاني موضوع سماكة العظم. الموضوع الثالث هو الثبات الاولي للزرعه، نحن وقت بندخل بالزرعه بيكون عندنا قياسات بنيوتن، ارقام معينه، اذا كانت الزرعه فيها ثبات اولي فهذا بيشجعني انه يكون مثلا التعويض بفتره اقرب من غير اشخاص. الموضوع الثالث عمر المريض، الاشخاص المتقدمين بالعمر اكثر رح يكون طبيعه العظم عندهم ارق، لذلك كل ما كان الزرع بفتره ابكر كل ما كانت نوعيه العظم افضل وفترة الشفاء أفضل، وهذا الشيء بيساعدنا أنه يكون المدة الزمنية أقصر للشفاء والعلاج أسرع. تمام. اليوم كثير منا بيسأل شو سبب سقوط زرعة الأسنان، هل نوعية الزرعة أو الجودة أو ممكن طريقة التركيب؟ خلينا نوضح اليوم أسباب دكتور، شو اللي بيؤدي اليوم وبيخلي هي الزرعة تسقط؟ هلأ الفشل للزرعات هو نوعين، في فشل أولي وفي فشل بيصير بعدين.
الفشل الاولي بيظهر معي وقت ما بيصير اندماج للعظم حوالين الزرعه، ببين معنا نحن بعد 15 يوم تقريبا بيجي المريض عم بيشكو من الم محل الزرع. نحن بعد 15 يوم لازم المريض يكون ارتاح ما يشعر بشيء ابدا، بما انه الزرعه موجوده بالعظم ومغطيه باللثه فهي ما لها مكشوفه للحفره الفمويه. انما المريض اذا كان عم بيشكو من الم محل الزرعه، حسينا بوزمه، اللثه محتقنه، بنعرف انه هو ما صار عندي الالتحام الاولي للعظم حوالين الزرعه. اسبابه عديده، ممكن ما يكون شروط التعقيم جيده اثناء الزرع، ممكن المريض مهمل كثير بموضوع العنايه الفمويه والتهاباتها. الموضوع الثالث هو نوعيه الزرع. الفشل المتاخر ممكن يصير نتيجه الرد، سواء كان رد اطباقي او تعرض المريض لحادث او ما الى ذلك. كيف نحن رح يصير عندنا اذيه وخساره بالسن؟ نفس الوضع بالنسبه للزرع. تمام. طيب خلينا بنفس المحور، عم نحكي الاذيه بعد الزراعه. اليوم طبيا وقت اللي بيجي حدا عند حضرتك، حضرتك يعني كنت مشرف على هيئه الزراعه وصار في مضاعفات، اللي كان التهابات، كان تراجع لثه او رده الى اللي هو يعني، اليوم كيف بدك تتصرف طبيا؟ كونه هل ممكن ترجع تعيد زراعه شيء؟ هل ممكن روح للادويه الطبيه؟ هلا نحن بدنا نقيم الوضع الاولي للمرحله اللي وصلنا لها بواسطه صور الاشعه. اذا كانت مشكلتي محدوده انه مثلا تراجع بسيط بمستوى العظم حوالين الزرعه، ممكن نكتفي بس بتنظيف حوالين الزرعه وننطر العظم ليرجع يرمي. حالات بنضطر نوضع طعم عظمي جديد محله. بالحالات اللي بيكون الفشل كبير فيها انه موضوع الزرعه عم تحرك معنا، هون لا، ساعتها بنضطر نشيلها ونستبدلها بواحده جديده. طيب اليوم كيف انت قادر طبيا تحدد نوع الحاله اللي عم يعاني منها المريض؟ عن طريق الصور؟ الصور الشعاعيه والفحص السريري. طيب اليوم حتى صوت النقر، عفوا يعني تمام، حتى نحن اذا بننقر على الزرعه من الصوت اللي بيطلع معنا في صدى او ما في صدى قادرين نكتشف اذا في فشل او لا. تمام دكتور، يعني اليوم قد ايه مهم قبل ما نعمل اي عمليه تجميليه او جراحيه بخصوص الاسنان نحن نشيك على امور اللثه، نعرف اذا في عندنا مشاكل معينه كرمال يمكن نعالجها بعدين نلجا لهي التجميليه؟ اكيد. هلا هو موضوع الزرعه تحديدا ما كثير بيهمني موضوع اللثه قد ما بيهمني موضوع العظم. بما انه هي الزرعه عم تنوضع داخل العظم، فانا بيهمني سماكه العظم وتوضعه وكثافته اكثر ما هو موضوع التهاب اللثه. التهاب اللثه مرتبط بوجود السن باللوائح الجرثوميه، هذا ناحيه كثير اساسيه لضمان انه الزرعه تعيش معنا فتره اطول. اما موضوع الالتهابات اكثر شيء بيهمنا انه ما تكون موصله للعظم. وبدايه العنايه طبعا بتكون بالفم، لذلك نحن بنهتم كمان بتقليح وتنظيف الفم والاسنان المجاوره، بما انه كلها رح تكون بيئه واحده بالفم ان كانت زرع او سن طبيعي، فنحن لازم نهتم بعنايتهم اكيد. طيب دكتور، مثل ما قلنا بالمقدمه دائما طبيا الطبيب بيقول انه الزراعه هي الحل الاول للسن المفقود يعني، ولكن نحن دائما نحن بنبتعد عن الزراعه بشكل عام، الفكره معممه انه هي مكلفه جدا، فالناس للأسف اكيد يعني دكتور، ولكن هي اجراء ضروري خلينا نقول ببعض الحالات. اليوم شو سبب ارتفاع هي الاسعار؟ ليش الناس اليوم عم تهرب منها، عم تروح بحالات جدا سيئه للطبيب كرمال هذا الاجراء؟ هلا نحن بدايه خلينا نقول عندنا بسوريا نعد من الدول اللي بتستضيف المرضى من الدول المجاوره، الدول العربيه والشقيقه لعلاج الاسنان. ليه؟ لانه بتضل المواد عندنا جودتها ممتازه، والطبيب السوري عنده خبره اكثر من غيره، وبنفس الوقت المواد اللي عندنا جيده. موضوع الكلفه مرتبطه بتكاليف الانتاج، يعني كله مستورد بصراحه، فهذا اللي بيلعب معنا الدور. كمان اذا بدنا نحسبها بناحيه ثانيه، نحن صح رح نكون قد نتكلف شوي زياده بموضوع الزرعه، انما نحن رح نكون وفرنا على المريض اذى وضرر للاسنان المجاوره، عمر افتراضي اطول، فعلى المدى الطويل هي لا اقل تكلفه من موضوع. بس دكتور احيانا من الطبيب لاخر عم تختلف التكلفه، اليوم هل مرتبط ارتفاع الاسعار باسم الدكتور ايضا؟ يعني موضوع نسبي خلينا نقول، ما رح نفوت كثير بس انه موضوع نسبي. طيب خلينا نوضح اكثر ونحكي عن عمليه زراعه الاسنان، هل هي مؤلمه اليوم دكتور؟ في حال بعد العمليه ممكن صار اي وجع او الم، شو في الواحد يلجا اليوم لادويه او مسكنات؟ هلا احنا كثير بنقول للمرضى انه الالم يلي رح يصير معك بعد ما تقلع السن رح يكون اشد من الالم اثناء زرع الاسنان. ما رح يكون الالم شديد، تغطيه بسيطه بصادات حيويه مع مسكنات الم والوضع بيكون مقبول جدا. والوزمه اللي راح تصير معنا اول يومين والثالث بتبلش تختفي، فهذا شيء طبيعي يعني ما له مضاد استطباب او راح يكون كثير مزعج بالنسبه للمريض. طيب دكتور خلينا نرجع شوي للجينات والوراثه، ونحن دائما بنشوف اطباء بيقولوا انه هذا الطفل بنيه الاسنان عنده جدا ضعيفه، والقصه قصه جينات، حدا بالعيله، ونشوف يعني حالات موجوده طبعاً على ارض الواقع. هي قد ايه ممكن تاثر على فشل التركيب
الأدراس أو الأسنان يعني، وبيبين بعمر صغير لهذا الوجع عند المريض يعني، ببلش ينهار البنية خلينا نقول، وبتأثر قد ايه بتأثر على الزراعة؟ وهل في ما بعد معامل وراثي حيضل يأثر بعد الزراعة أو لا؟ هلا العامل الوراثي بيأثر معنا أكثر شيء بموضوع الأمراض الجهازية، يعني إذا كان أحد من الآباء أو يعني طرف الأب أو الأم معه مرض سكري، بنعرف إنه قد يصاب الطفل أو الشخص البالغ بموضوع المرض الوراثي، لا. هذا رح يأثر معنا بشكل أو بآخر على موضوع الزراعة. الموضوع الثاني هو موضوع إنه نحن ببين معنا من الأعمار الصغيرة مشاكل الأسنان، إي، لأنه دائما بنقول العناية بالأسنان اللبنية أو حتى براعم الأسنان الدائمة تبدا بمرحله الام الحامل، لانه براعم الاسنان عم تتشكل بالمرحله الجنينيه، وبالتالي الام ليش ما نوصيها دائما انه يكون عندها تغذيه جيده فتره الحمل بالكالسيوم والفيتامين دي كرمال ما يصير معنا ضعف ببنيه الاسنان اللي راح تطلع مستقبلا. طيب خلينا نعطي نصائح لكل حدا عم يتابعنا اليوم لحتى نحافظ اكثر على صحه الاسنان. تمام، هلا نحن بنوصي دائما بالتفريش المنتظم مرتين باليوم، استخدام الغسول والمضامد بشكل مستمر، استخدام الخيوط بين السنين. إذا صار وصلنا لمرحلة الزرع فنحن نفضل الزرع عن التعويضات الثابتة الثانية. وفي شغلة بدنا ننوه إلى أنه الزرعة قد ما كانت متطورة وجيدة ما رح توجد رباط حول السنية اللي بيعطينا الشعور الجيد والجميل بالمضغ، فقد ما تطور الطب أكيد ما رح يعوض السن الطبيعي. أكيد. لذلك نفضل الاهتمام بالعناية بالأسنان الدائمة أكثر من أنه نوصل لمرحلة التعويض عن الزرع. قد ايه اليوم مهم الكشف الدوري عن طبيب الأسنان؟ ليش أنتم عاملين فوبيا للأشخاص اليوم دخول عيادة الأسنان؟ أدواتنا وأصوات الأجهزة اللي عنا هي اللي بتخوف المريض، أما لا يعني صرنا بمرحلة أنه تجاوزناها موضوع الألم، صار في عنا التركين الاستنشاقي، غاز النيتروس، بيركن المريض سواء كان طفل أو بالغ. ما في مخاطر اليوم أن الدكتور هدول خلينا نقول إذا مستخدم بطريقة صح مع المريض الصح أكيد لا. طيب اليوم ما مفروض يرافق الطبيب الأسنان طبيب تخدير، ونحن شفنا حالات وفاة لطفل يعني بسبب التخدير اللي صار، اليوم قد ايه بتركز على هاي النقطة أو أي طبيب أسنان اليوم بحاول يكون معه اختصاصي بمجال التخدير؟ نحن بنوصي بهذا الموضوع تحديدا انه يكون بالمستشفى وما يكون بالعياده الخاصه، نحن وقت بنوصل لمرحله انه الطفل عنده احتياجات الخاصه او ذوي الهمم، مفضل علاج يكون بمستشفى كرمال مثل ما تفضلتي حضرتك يكون طبيب تخدير، ما يكون موضوع التركين بالعياده الخاصه، اما موضوع الغاز الاستنشاقي او غاز النيتروس فهو امن كاستخدام بالعياده. بيعمل تخدير للفك كله؟ تركين، بيعمل تركين انه المريض شو يعني تركين؟ تركيني يعني المريض واعي عم بيسمعني مدرك انما ما عنده قدره كثير يتحرك، بيستجيب لاوامري انه مثلا بقول له افتح تمك عدل وضعك، هي عمليه التخدير بكثير وبيكون مبسوط. تمام، هلا هن بيسموه برا غاز السعاده انه او الغاز الضاحك، مريح لانه بالنسبه للمريض ما بيغني عن الابره، انما وقت بيكون الشخص حاطين احنا القناع على انفه وعم بيستنشق غاز النيتروس بكون احنا عم نعطيه الابره بسلاسه وما له شعر بالالم. في مده يعني لازم تقيمه هذا القناع عن وجه المريض او لا؟ يعني فينا نستخدمه كل فتره العلاج وفينا نستخدمه فقط اثناء اعطاء الابره. حبيت هذا دكتور اليوم الناس يعني كونه في فوبيا يعني من ابره التخدير، يعني انا كثير ما بحب روح كرمال هي القصه يعني بتريحنا الموضوع. تمام، نقطتين بنج موضوعي قبل الابره كمان بتريح أكيد. يعني بالختام معلومات جدا مهمة دكتور نور الدين دمشقية، نورت صباحنا لليوم، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. شكرا.